أيقونة الدراما والسينما السورية، النجمة سلافة وخرجي، في التاسعة مع شفك المنيري، تحكي أسرار رحلتها في عالم الفن من أرض الشام إلى هوليود الشرق، وكواليس حضورها المميز في مهرجان القاهرة السينمائي، وكيف سطرت اسمها بين جميلات الفن العربي عبر التاريخ. حوار الفن والثقافة والجمال بين القاهرة ودمشق. التاسعة مع شفك المنيري الليلة على قناة مصر الأولى.